أخبار المهية باختصار. واشنطن تعرب عن قلقها من العواقب الإنسانية إزاء استمرار الهجمات الحوثية على محافظة مأرب. المبعوث الأمريكي لليمن أكد موقف بلاده الرافض لاستهداف المدنيين والنازحين في المحافظة. نقابة موظفي البنك المركزي بعدن تتهم إدارة البنك بالعبث الإداري واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين واللوائح. بيان النقابة كشف عن توظيف بعض المقربين من مسؤولي البنك وترقية آخرين بحسب قربهم من الإدارة. سلطات تعز تقر في اجتماع طارئ لها إجراءات بدء امتحانات الثانوية العامة في عموم المحافظة. الاجتماع أقر توزيع المعقمات وتكثيف الانتشار الأمني لمنع أي اختلالات في المراكز الامتحانية. صحيفة أسبانية تفيد باقتراب مغادرة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد صفوف الميرنج هذا الصيف. عقد راموس مع النادي ينتهي بنهاية يونيو الجاري ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد حتى الآن. شركة هواوي تطلق على أجهزتها الذكية الإصدار الثاني من نظام التشغيل الداخلي المعروف باسم هارموني. الإصدار الثاني يودع نظام أندرويد بعدما علقت شركة جوجل تعاملاتها مع هواوي قبل عامين. إلى اللقاء باختصار آخر.